بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة يا إخواننا ميعادنا مع درس جديد من دورة فيجوال بيزك 2012 تحت رعاية موقع وقفوندر.com. هناخد درسنا النهاردة إن شاء الله يا إخواننا نموذج بسيط لعمل آلة حاسبة أو مشروع لعمل آلة حاسبة. على ما أعتقد ده الدرس هيكون 141، فأنا عملت مشروع باسم 141 ثم أسميته كالكليتور أو اختصرته بكالك. جميل. الغرض مش إن أنا أعمل آلة حاسبة. الغرض من الدرس ده مش ان انا اعمل على حسب، لا، الغرض اني افكر بطريقه منطقيه ان انا اوصل لتفكير جديد عليا، بس هو ده الفكره اللي هي الخبره، اكتساب الخبره مش اكتر. طيب تعال نفتح الاله الحاسبه بتاع الويندوز ببساطه. دي الاله الحاسبه بتاع الويندوز ببساطه، هتلاقي فيها عده ازرار، زرار حذف اخر الحرف، الارقام، كذلك علامات اللي هي الجمع والطرح والكلام ده. طبعا كل الحاجات دي مش هنستخدمها حاليا، هنستخدم بس الحاجات اللي هي الاساسيه عندنا. طيب تعالى ببساطه نعمل نموذج للاله الحاسبه بشكل بسيط خالص. ايه هي الكنترولز اللي هنحتاجها؟ لو لاحظت هنا هتلاقي هنا بوتونز بشكل مختلف بغض النظر عن الشكل. هنلاقي هنا تكست بوكس بيظهر، سيبك بقى من الايه، من المنيو والكلام ده. طيب تعالى بينا نعمل الشكل ده ببساطه. عشان نعمل اله حاسبه اول شيء هجيب هنا بالكنترولز هنجيب مثلا الكومون، هنجيب تكست بوكس. تمام، اخد بس الايه الليست فيو، خلهم كده. تمام، هاخد اول حاجه مش هنحتاج ليبل، هنحتاج تكست بوكس، هنحتاج تاني مثلا بوتون، هنحتاج بوتون بالشكل ده كده، بس ده اللي هنحتاجه دلوقتي. تمام، هنسمي الفورم بتاعتنا مثلا الآلة الحاسبة. تمام، هتيجي هنا في التكست بوكس وتكبره، نخلي مثلا فونت عنده مثلا نخليه 15 بالشكل ده كده. تمام، جميل اهو. وهنعمل هنخليه ريد اونلي لان المستخدم انا مش عايزه يعدل فيه، وهنخليه من ايه، من الشمال. تمام كده. طيب جميل، وهنبدا ننقل ازرار. لاحظ لو انا استخدمت كده اهو، نخلي ده عندنا كده، لو انا نقلت ازرار كده، نقلت الازرار هجيب الازرار ايه، الارقام. تمام، هو هنا بادئ الارقام هنا بالايه، بالسبعة فوق، مش عارف ليه. تمام، هنا خليها كده سبعة، هنقول ده تمانية، هنقول ده تسعة. تمام، وبالتالي دول هيبقوا التلات ارقام اللي تحتهم، وكذلك دول التلات ارقام ايه الاخيرة. ثم هيجي هنا الايه، الصفر والعلامة العشرية. تمام، بالشكل ده كده. ونخلي ده زرار يساوي مثلا، ماشي نخليه يساوي. وهنا علامات الايه، او بلاش ده، هنا علامات الجمع والضرب والطرح بالشكل ده كده. هيبقى في عندي، تعال نغير التكست، هنخلي ده وليكن سبعة، ده رقم، خلي الفونت كله اكبر شوية عشان برضو ما نبقاش ايه مضايقين على نفسنا كده. خلي ده مثلا 12 بالشكل ده كده وبولد. جميل، هنخلي ده 8 في التكست، هنخلي ده 9، هنخلي ده 6، 5، 4، 3، 2، 1 بالشكل ده كده. طيب هنا هنقول، احنا قلنا هنا هنخلي ده الصفر. تمام، وكذلك ده هيبقى العلامة العشرية دوت. تمام، هنا هيبقى يساوي
تمام كده تمام. هنا علامات الجمع، او خلينا ناخد يساوي هنا، هنحذف ده مش هنحتاجه اصلا، او هنحتاجه لان هم 4 علامات جمع. يلا مش مشكلة، خليه زي ما هو. هنا هيبقى مثلا علامة الجمع، هنا علامة الطرح، هنا علامة الضرب، تمام، هنا علامة الاسم. جميل، ده ببساطة شكل الآلة الحاسبة. بس دخل التكست على قد الايه المكان كده اهو، ده ببساطة تصميم الآلة الحاسبة بتاعي بس. جميل. طيب خلي بالك هنا، لو انا ضغطت على السبعة المفروض النص ده يزيد بمقدار 7، يزيد بمقدار ايه؟ ها 7. يعني مثلا الآلة الحاسبة هنا انا كتبت ايه؟ 8، ضغطت على 8 ثم 9. لاحظ هو الاول كان 8، او قبل ال 8 كان فاضي، ضغطت على 8 دخل 8، ثم ضغطت على 9 عمل ايه؟ عمل زود على 8 9، يعني خلاه ايه؟ 98. ببساطة خلي بالك هنحتاج زرار كلير، هنحتاج زرار الايه الكلير، نعمل زرار تحت كبير كده نسميه ايه كلير كده، ده هو بيحذف الايه، خليه حجم كده. جميل. طيب تمام. طيب نرجع للموضوع بتاعنا، لما اضغط على 8 يزود النص بمقدار 8، اضغط على 9 يزود النص بمقدار ايه؟ بمقدار 9. طيب سهله يعني ايه، بفضل الله دي سهله، مفيش ايه فيها مشكله خالص. طيب نحل المشكله دي ازاي، او نحل او هنكتب الكود ده ازاي؟ ببساطه اول ما اضغط على رقم من ده يجيب النص بتاع الرقم، تمام، يجيب نص الايه الرقم ويزوده بيه. خلي بالك في طريقه طويله وفي طريقه بسيطه، خلي بالك هنا بقى يبان الخبره بتاعتك، يبان الايه الخبره بتاعتك. ايه هي الخبره بتاعتك؟ خلي بالك شفت الزرار ده، ببساطه لو واحد مبتدئ هيعمل ايه؟ خلي بالك يضغط على 7، التكست ده اسمه ايه؟ خلي بالك مش هحتاج ده دلوقتي، مش هحتاج ده، مش هحتاج ده عشان الشاشه ايه توسع. طيب التكست ده اسمه اكيد تكست بوكس واحد لانه مفيش غيره، تمام، هنسميه مثلا تكست ريزلت مثلا، او نسميه مثلا ايه في النيم، نسميه مثلا تكست مين، مين ام اي اي ان، تكست مين. طيب جميل، هاجي مثلا على زرار ال7 هقول له خلي بالك علشان اخلي النص ده يزيد بمقدار 7 بعمل ايه؟ بقول له تكست المين دوت تكست النص بتاعها الجديد بيساوي النص بتاعها القديم تكست مين دوت تكست القديم زائد 7، صح؟ صح كده؟ تعال ننفذ اهو، لما اضغط عليه اهو، تعال نشوف الخطأ. لان هو ما يعني اعتبر ده وده ايه، اعتبرهم بعلامة، خلينا نقول له ايه زائد 7 على شكل سترينج عشان ايه ما يجمعهاش. طيب اهو بالشكل ده كده، لاحظ طبعا بقية الازرار لسه ما فيش، صح كده اهو، اتفقنا يا اخوانا؟ جميل. طيب بس دي مشكلة ليه؟ انا هقعد هلف على زرار واقول له خلي بالك ده، هكرر نفس الامر ده كده. خلي بالك انت ممكن تعمل تقول له ايه، تقول له ايكوال بلس 7 كده، هي يعني تمام. هعمل كومنت هنا للكود، التكست ده القديم تكست المين دوت تكست، تمام، بيساوي تكست مين دوت تكست دوت تكست زائد 7، ده الكود القديم، صح اهو ده الكود القديم. ببساطه اول ما التكست ده قيمته زادت، مش ده قيمته هو في حد زاده، جاب القيمه القديمه بتاعته زائد 6، بنستخدم بدلها علامه البلس ايكوال، هتبان لنا في ضمن الامثله ان شاء الله. نكبر خط شويه عشان الاخوه، تمام جميل. يبقى من خلال الامثله بنختصر، ده كود بسيط
بنستخدم ايكوال بلس لايه؟ لان هو ده هو هيزيد بمقدار 7 كسترينج، خلي بالك 7 كسترينج. وصلت؟ طيب تمام. طيب خلينا نكمل. الطريقة العادية هاجي على 8 اكرر نفس الكود، وعلى 9 اكرر نفس الكود، وعلى زائد وعلى 6 اكرر نفس الكود وهكذا. خلي بالك انا هتعامل دلوقتي مع الزرار دي بس كده ومعاهم الصفر. تمام؟ جميل. هعمل الكلام ده هكرر نفسي، هكرر الامر هيبقى فيه كتير. طيب ما تيجي نعمل حاجة جميلة. ايه هي الحاجة الجميلة اللي انت بتقول عليها؟ ببساطة هعمل هنا دالة. هقول له وليكن مثلا فانكشن، مش فانكشن ولا حاجة، هتبقى صب وخلاص. صب مثلا اد تو مين تكست، اسمها اد تو مين تكست. مهمتها خلي بالك، مهمتها اللي هي تضيف نص، خلي بالك اضغط على السبعة يضيف النص هنا. طيب معنى كده ان الدالة دي هتستقبل قيمة. طب ايه هي القيمة؟ فكر كده، وقف التسجيل كده وفكر. ها هتكون القيمة ايه؟ تمام. واحد ممكن يقول هخلي التكست، لا مش هخلي التكست. ليه؟ لان التكست ده هتقعد برضو تكرر الامر في نفس الحاجة. يعني هتيجي هنا تقول له روح للدالة واعمل لي وخد لي السبع معاك وانت رايح، عشان الدالة تزود التكست ده بمقدار 7. تعال ناخد الطريقة العادية في الدالة، لا الطريقة غلط. هقول له هنا بتاخد سترينج مثلا تكست، مثلا اي نص، واقول له ايه بتاخد نفس الفكره دي، هي بتاخد التكست اللي جايه. تمام، اسف ده كده سي شارب. تكست از سترينج، تمام، از ايه سترينج، خلاص جميل، از ايه سترينج بالشكل ده كده. تكست اهو بلس تكست، خلاص قيمته بتزيد بمقدار التكست. وهتيجي للسبعه خلي بالك تقول له ايه اد تو مين، وتودي لها قيمه الايه السبعه. طيب الله، طب ما هي زودت فقط ان انا عملت داله، ما هي برضه هكرر الامر ده في السبعه، وهكرره في الثمانيه، وهكرره فين؟ خلي ده هنا كده، هكرره في السبعه، وهكرره في الثمانيه، وهكرره فين؟ ها تكست، وهكرره في بقيه الارقام. ده غلط. طيب امال ايه دي هتاخد ايه؟ ببساطه خلي بالك ركز من الحته دي، هتاخد حاجه اسمها سندر. فاكر لما جيت قلت لك ان ده السندر ده هو اسم الاوبجكت؟ تمام، اسم الاوبجكت ده. بمعنى السندر ده يا اخوانا مثلا لما اضغط على زرار، تمام، طيب والزرار ده بينفذ لي كود تاني، انا عايز اعرف مين المسؤول او مين الكنترول، او في حالتنا بقى مين الزراير، لان ما عنديش ايه كنترولز تانية ليها افعال غير الزراير، اهو كلها زراير ازرار بوتونز. مين الزرار المسؤول عن تنفيذ الكود ده؟ مين السبب يا اخوانا؟ تمام، بنستخدم حاجة اسمها ايه سندر. تمام، مين اللي بعتك؟ هل زرار 8 ولا زرار 9 ولا زرار 0 ولا زرار 4 وبقية الزراير؟ اي زرار اللي بعتك؟ فبنستخدم هنا حاجه اسمها ايه سندر. نوعه ايه؟ ها في عندي نوع اسمه اوبجكت. نوع اسمه ايه يا اخوانا؟ اوبجكت. تمام، هاخد نفس ده كده اهو واحطه هنا كده. ساك من النص ده دلوقتي خالص، طبعا ده هيطلع خطأ، احذفه كده. يبقى الداله دي ببساطه بتاخد مني سندر، نوعه اسمه بلاش سندر اهو، نسميه مثلا ايه اي حاجه اهو، اي حاجه نوعها اوبجكت. جميل جميل. طيب ثم بعد كده ايه؟ ها هقول له ايه؟ مش احنا كان في البوتون، لو انا قلت له مثلا بوتون واحد ايا كان، بوتون واحد دوت تكست بيجيب لي التكست بتاعه. بس خلاص هقول له خلي بالك، ممكن اعرف هنا بوتون. لو انا هنا قلت له اي حاجه دوت التكست مش هيجي. ليه؟
لان هو اصلا هو نوع اوبجكت. اوبجكت ده يعني حاجه عايمه انت ما تعرفش هل هو نوع سترينج، طب هل هو نوع بولين، هل هو نوع بوتون، ما يعرفش. الدنيا عايمه خالص، لازم احنا نحوله لبوتون، احنا نحوله لايه؟ لبوتون. تمام جميل، نحوله لزرار بالبرمجه. هنحوله زرار ازاي بالبرمجه؟ ببساطه ديم، نعرف متغير اسمه ماي بيتن مثلا بيساوي، خلي بالك بوتون، ها اي حاجه اهو، او كونفرت مثلا، المفروض هنعمل كاست هنا بوتون. تمام ما اظنش هيقبلها بالشكل ده كده. طيب هو هنا خطأ لانه بيقول لك ايه اند. طيب ماشي، هو المفروض فعلا ايه مش هيقبل مني ايه بالشكل ده. تعالى نعمل كاست بالايه بالطريقه الثانيه للايه بالنسبه ببساطه إيه مثلا، مش هنقول هنا يساوي مثلا، هنقول له مثلا از ايه، ما نقولش مثلا بوتون مثلا، ممكن نقول له بوتون. تمام از بوتون مثلا بيساوي مثلا، او بلاش يساوي مثلا، هنقول له مثلا او هو يساوي، نقول له سي تايب، غير النوع. هيغير نوع ايه؟ خلي بالك اهو سي تايب يعني كونفرت تايب، حول الكونفرت، حول من تايب لتايب، من نوع، من داتا تايب نوع بيانات لنوع بيانات تاني. اتكلم معانا قبل كده، هنقول له اي حاجه اللي هو جاي لي الى بوتون، بس انا حولته لبوتون، عملت يعني السندر اللي جاي لي. انا ما اعرفش بقى نوع ايه، هو جاي لي عايم؟ لا هو جاي لي عايم بس انا عارف، يعني جاي لي علبه مقفوله، بس انا عارف ان العلبه مقفوله دي جواها فيل مثلا. تمام، فبقول له لا عرف لي الحاجه اللي جايه، عرفها لي اللي هي نوعها فيل. يا عمي يهديك يرضيك، لا انا عارف اللي هو نوعها بوتون. تمام جميل، خلي بالك هقول له ايه بقى، انا عايز اظهر النص، ما خلاص بقى انا هتعامل ده كانه بوتون لان انا عرفته نوع بوتون، انا عرفت ده كزرار خلاص. تمام هقول له ماي بوتون اهو دوت تكست، بس اتعاملت معاك كزرار. وصلت يا اخوانا؟ يبقى انا عرفت الاول ماي بوتون ببساطه، عملت ايه عشان برضه احنا ما نطولش، ببساطه ايه اللي حصل؟ جيت هنا قلت له لو سمحت، تمام يا بوتون سبعه، او اسف يا داله، الداله دي هتاخد اوبجكت اسمه، اوبجكت اسمه اي حاجه، اي اسم، اي شيء تتخيله. تمام مش مهم الاسم، هنا نوع اوبجكت. خلي بالك واحد يقول لك طب ايه ده، طب ما انا ممكن اصلا اخليه يستقبل بوتون، اقول لك ماشي برافو عليك صح. تمام خليه يستقبل ايه اهو بوتون، ماشي اقول لك ماشي ما فيش مشكله. يبقى انت مش محتاج تحوله، هتعمل عمليه التحويل ده وانت بتندى. تمام هتعمل عمليه تحويل وايه وانت بتندى، بس خلينا نستقبل هو اوبجكت، هنعرف ليه دلوقتي اسهل. خليه يستقبل اوبجكت، اوبجكت هو داتا تايب عام له مميزات وعيوب، هنتكلم عنها، مش عارف اتكلمنا عنها او هنتكلم عنها فيما بعد ان شاء الله. طيب جميل، العام ده لازم اتعامل معاه بالحاله الخاصه بتاعته، هو حاجه مقفوله قدامي لازم احوله لحاجه معروفه. تمام هو علبه مقفوله لازم افتحه عشان اتعامل معاه، هل العلبه دي فيها قلم، او العلبه فيها مثلا تليفون موبايل، او العلبه دي فيها مثلا فيل، او فيها خاتم، ايا كان. جميل تمام، بغض النظر عن كلمه فيل في العلب. طيب انا كده عملت اوبجكت دي اسمه ماي بوتون، نوعه بوتون، هو اسمه ماي بوتون ونوعه بوتون. هو ده الايه عمليه الديكليريشن، ايه عمليه الانشالايز، او هياخد قيمه ايه؟ هياخد قيمه، حول لي يا ابني لو سمحت كلمه اي حاجه اللي جاي، الاوبجكت اللي اسمه اي حاجه، حوله لي من نوعه اللي هو دلوقتي في حالته اوبجكت، حوله لي البطن بس. تمام وهو ما جاي متعامل هقول له هنا بقى ايه، هقول له ها تكست المين دوت تكست بلس ايكوال، بلس ايكوال ايه ماي بوتون دوت تكست، بس خلاص عرفت ده وخدت النص بتاع ده وحطيت بس. شفت البرمجه سهله ازاي، مش معقده ولا حاجه. تمام وهتيجي هنا للزرار ده وتقول له ايه، خلي بالك هتنده على الداله اهو، ها بتاخد منك ايه
حاجه نوعها اوبجكت، اي حاجه نوعها اوبجكت، قول له بس الايه اهو السندر بس، بس السندر. تعال نجرب، خلي بالك ده في زرار 7 بس. وصلت يا اخوانا اهو. تخيل انت حولت منين لفين، من دال ده بس. الداله بتاخد نوع اوبجكت، وجيت هنا خلي بالك جيت بالشكل ده كده اهو، جيت هنا قلت له لو سمحت تعالى في الاول، ايه اللي انا عملته عشان اقفل الدرس ده ونكمل الدرس القادم؟ اهم حاجه الفكره، لاحظ فكره واحده تاخد مني 20 دقيقه تقريبا اهو، تمام، او حوالي 20 دقيقه. طيب هنا انا قلت له ايه؟ لو سمحت اعمل لي الداله، سيبك من اللي تحت ده، الداله دي بتاخد متغير من نوع اوبجكت، متغير من نوع اوبجكت. في مشكله في كده؟ مفيش مشكله عادي. ايه هو النوع اوبجكت؟ معلومه على الجنب كده، تمام. النوع اوبجكت هو داتا تايب، نوع بيانات عام ما تعرفش ايه اللي جواه، ممكن يقبل اي حاجه، ياخد بولين، ياخد بوتون، ياخد استخلي بالك البوتون ده، واحد يقول لي ايه ده، مش احنا خدنا الداتا تايب كسترينج وكبولين وكديتو تايم ومش عارف، ما هو برضو في كلاس او في نوع اسمه بوتون له مميزات وخصائص، تمام. طيب بغض النظر الكلام ده، الكلام ده هيوضح بعدين، هو المهم الاوبجكت بياخد برضو مع بوتون، بياخد اي حاجه جواه، اي حاجه تتخيلها، تمام، ده الاوبجكت. طيب انا ما اعرفش اتعامل معاه كده، هو دلوقتي علبه مقفوله، حاجه عايمه، انا ما اعرفش هو ايه، لازم احوله من صورته الطبيعيه لصورته الخام، تمام، او من صورته الخام لصوره هستخدمها زي البترول بالظبط. انت بتفهم ما فيش حاجه اسمها اصلا بترول تستخدمه، تمام، ده انت بتحوله بعد كده، هل هو هيبقى زيوت طياره ولا زيوت موتور، مش طياره، زيوت طياره او زيوت طياره خاصه بالطياره، لا الطياره اللي بتطير، لا الطياره انا حاجات، هو متطاير، تمام، متطاير، تمام، ولا كده ولا، تمام، البترول بيتحول او النفط بيتحول لاكتر من ايه، من صوره، ما ينفعش استخدمه في الماده الخام بتاعته، هي نفس الفكره كده، ده الاوبجكت، حاجه كبيره كده بتضم كله، عايز تحوله البوتون ماشي، عايز تحوله الليبل ماشي، عايز تحوله لكذا ماشي، ما على حسب نوعه برضه، تمام. طيب خلاص فهمنا دي بفضل الله، وقلت له اول حاجه عرف لي يا ابني ماي بوتون، نوعه بوتون، جميل، حول لي بقى القيمه اللي جايه. طبعا انت ممكن تعمل ايه كده وتقول له ماي بوتون بيساوي تحت كده على سطرين، عرفته في سطر، عملت ديكليريشن في سطر، وعملت انشالايز في سطر، بس بفضل الله احنا خدنا الحاجات ديت، فاحنا ايه خلاص بقى، تمام، احنا ايه عدينا بفضل الله. طيب ولسه هنعدي. طيب ماي بوتون نوعه بوتون، تمام، طالع بيساوي ايه، حول لي كونفرت تايب، دي داله بتاخد متغير بتحوله لطيب تاني خالص اهو. لاحظ لو انت قلت له هنا السي تايب، لو احنا مسحنا ده كده قلت له سي تايب اهو، اسف هي اصلا سي تايب، لاحظ ظهر هنا ايه، بيقول لك بياخد اوبجكت كاكسبريشن، تمام اهو، الى اوبجكت تايب، يعني هنا بياخد منك متغير نوع اوبجكت ايا كان بقى هو ايه، وبيحوله لك لتايب تاني خالص، هقول له هو اي حاجه اهو، الى هحوله البطن مثلا بس خلاص، تمام يا اخوانا. طيب دي هيسهل عندي الامر ايه بقى عشان اقفل الدرس ده، ها هيسهل الامر ببساطه، لا ده انا مش هخلي الامر ده خاص بس بالكليك، انا هحذف ده خالص، هاخد ده معايا كوبي واحذف ده خالص اهو، حذفته، هاجي في الزرار ده وده 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 وده، واقول له هنا ايه في الميثود او في الدبل كليك، يلا كده اهو، لا كده غلط برضه اللي عملته غلط، تعالى في الميثود، ميثود واحده في الكليك اهو، بيهندل كله اهو، لاحظ ميثود واحده او صب واحد بيهندل الكل، هقول له كده بس، يا الله عرفت بقى انت وفرت على ايه، وفرت عليا كتير، بدل ما كنت تكتب في بوتون واحد وبوتون اتنين، انا بتكلم هنا على بوتون واحد الازرار، زرار 7 او 0 1 2 3 4 5 6 ايه ده 7 8 9 غلط، المهم ما علينا يعني، تعال نغيرهم
عشان برضو ايه نبقى تابع السياق. تمام كده 7 8 9 هتلف عليهم واحد، لكن كده بس وفرت اسطر قد ايه. شفت بقى ميزه ان انت تفكر بطريقه منطقيه اهو. 3 يزيد 3 5 4 0 2 بس ليه؟ ببساطه واحد يقول لك ايه، طب انا مش فاهم، تعال نفهمك ببساطه واحده واحده. احذف ده كده. ايه هي الامر ده؟ مش انا هنا الاوبجكت، اي اوبجكت من دول اللي هو بوتون 9 او بوتون 8 او بوتون 7 الى لحد بوتون 1. تمام جميل. البوتون ده مش لما بضغط السندر ده هو بيساوي اسم الاوبجكت اللي ضغط. مش انا قلت لك اسم الاوبجكت المتسبب في الضغط؟ تمام. اب لا شيء مكسور، تعالى يا ابني لو سمحت مين المتسبب في الامر ده؟ واحد قال له السندر، بس خلاص هو ده. تمام. مع ان بوتون 9 ممكن يكسر، الولد اللي اسمه بوتون 8 ممكن يتسبب في الكسر، الولد 7 مشكوك فيه اللي ممكن، كل دول ممكن عمليه الكسر. يعني انت موجود 8 اطفال او هم 10 اطفال من 0 ل 9. تمام. دول 10 10 اطفال موجودين في اوضه او في غرفه، الغرفه بها شيء مكسور، يبقى مين؟ حد من ال9 دول او حد من ال10 دول هو تسبب في الكسر. وصلت؟ حد من ال10 دول هو المتسبب في الكسر. جميل. طيب الحمد لله. تمام. يعني واحد من ال10 دول تسبب في الكسر. هنا خاصيه بقى السندر بقى بيعرف مين المتسبب. الاب حاطط كاميرا مراقبه. تمام. اول ما الطفل واحد يجي عند الشيء وهيكسره خلاص السندر يمسكه، الكاميرا تسجل، بس هي دي مهمه السندر. السندر هو بيجيب لك اسم الاوبجكت. ها اسم الاوبجكت بتاعي. عارف انت ممكن تعمل ايه تاني؟ اهو نقول له مثلا مسج هات لي مثلا الماي بوتون مثلا، او مثلا ايه الماي بوتون مثلا دوت النيم. تمام اهو. او السندر هنا، اسف هنا مش هنا، هنا السندر دوت النيم. النيم بتاعه اللي هو اسمه البرمجي، خلي بالك اسمه البرمجي اهو، ام بوكس او مسج، اسف مسج السندر دوت النيم. او هتستقبل السندر اهو، هنقول له مثلا ايه مسج بوكس ماشي سي تايب السندر، حول السندر لايه؟ لمثلا لبوتون، حولها لبوتون هنا اقفل، هنا نقول له دوت النيم. سهل اهو حولته، بدل ما استقبله في متغير خليته يظهر النيم مره واحده اهو. انا ضغطت هنا مثلا على بوتون ده، قال لك ده اسمه بوتون 4، لا هنا بوتون 5، هنا هتلاقي بوتون 12 تقريبا. بوتون 12 ليه؟ هو اسمه بوتون 12، ما هو اصلا مش بياخد بالاسم بتاعه، ملناش دعوه بقى، احنا غيرنا اسمه الصفر، مش معنى كده يبقى اسمه بوتون صفر. تمام. هنا بوتون 2، هنا بوتون، وهكذا. يعني ايه ده؟ وخلي بالك بينفذ برضو الكود، يعني بيظهر لك رساله وينفذ الكود. وصلت؟ اوعى تتلخي من الكود ده، كود متداخل كده. تمام. طيب الفكره يا اخوانا هنا، يعني انا كده دخلت في التسجيل على 28 دقيقه تقريبا الحمد لله. ايه السبب؟ السبب ببساطه ان انا بنشط. تمام. بخلي لمبه في دماغك تقيد، لمبه برمجيه في دماغك تقيد، ان انا لو انا كنت ببساطه هاجي على زرار لو سمحت زود لي ده بمقدار 7، زرار 7، وهنا زود لي النص ده بمقدار 8، وهنا 9، وهنا 4، هيبقى عندك كام سطر برمجي؟ لو احنا ضربنا الواحد ده في 3 يبقى 3 في 10 ب 30 سطر، احنا حللناهم في كام سطر؟ تمام. ادي كده 1 1 2 3 4 5 6 7 7، انت كده وفرت حوالي 23 سطر. بس 23 سطر، وانت اصلا ممكن تكتب السطر ده في حته واحده، تكتب السطر ده في سطر واحد. ممكن تدرب في سطر واحد. شفت ده اهو؟ بس اهو الغي ده، اعمله كومنت بس خلاص اهو. اهو
وصلت ببساطة. ايه اللي عمل اهو عشان برضو دماغك ما تلفش، مش الماي بوتون تمام، هو بيساوي القيمة دي. الغي لي يا ابني الكلام ده، هات لي القيمة اللي هو بيساويها وحطها لي بدال بس، خلاص. مش صعبة صدقني، هي مش صعبة، بس انا عايزك يعني توسع مداركك بالكاف، المدارك عندك اللي انت تستوعب الامر. بس حولت نوع لبوتون وقلت له لو سمحت، هو وبعد ما تحول هات لي التكست بتاعه بقى يلا، من غير ما تعرف لي مكانه واحجزه والكلام ده، صد رد كده تمام. يبقى زي ما قلت لك درس النهارده كان بيعتمد اعتماد كبير على التفكير، مش مهمنيش اعمل آلة حاسبة مش من آلة حاسبة والكلام ده، يهمني اللي انا افكر بطريقه برمجيه. ان شاء الله نكمل الدرس القادم. اسف جدا على الاطاله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.